بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تنمينا السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نواصل مع سلسلة التمارين الشاملة حول الدوال اللوغاريتمية، راح نكون إن شاء الله مع التمرين الرابع في سلسلة المستوى الأول. دائما لازم تمارين رياضيات تحاول فيها وبعدها تجي تشاهد معنا الحل. الرابط تاع التمرين تاع السلسلة راح تلقاه في صندوق الوصف في أول تعليق، حملها وروح شاهد معنا الحل للأخير إذا كان لقيت صعوبات في هذا التمرين. إذا نبداو مع نص التمرين الرابع، ودائما عندنا نفس الهيكلة تاع التمرين، كاين جزء أول دالة مساعدة ومن بعد عندنا دالة رئيسية، وفي الأخر تكون عادة عندنا أسئلة استنتاجية. دالة جي المساعدة x ناقص 1 ناقص ln x، مجموع التعريف هو من صفر زائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأنه عندنا الآلان، والآلان معرفة من صفر مفتوح إلى زائد ما لا نهاية. السؤال الأول اللي طلبوا منا قال لنا ادرس اتجاه تغير الدالة جي، إذا دراسة اتجاه التغير. اتجاه تغير تاع اي داله ندرسه من خلال اولا حساب المشتقه ثم دراسه اشارتها. اذا لازم نحسبوا المشتق. داله جي نقولوا انه داله جي قابله للاشتقاق على مجال التعريف ولدينا. نقوموا باشتقاقها. كيفاش نقوموا باشتقاقها؟ عندنا جي فتحه لاكس. اشتقاق الاكس ما هو؟ واحد. ناقص واحد اشتقاقه صفر لأنه يعني عدد ثابت، ناقص تبقى في الاشتقاق، اشتقاق ألان إكس. القاعدة في الدرس قلنا أن مشتقة ألان إكس لما تكون بسيطة هي واحد على إكس، إذن هذه هي المشتق. الآن لازم ندرسوا إشارة هذا المقدار. رانا نلاحظوا بلي عندنا مقدار موجب ناقص مقدار موجب، موجب ناقص موجب لا يمكن أن نستنتج أي شيء. إذا لازم نبسطوها. كيفاش نبسطوها؟ عن طريق توحيد المقامات. كيفاش نوحد المقامات؟ الواحد راح نكتبوه إكس على إكس. إذا الواحد كتبنا إكس على إكس، إذا ناقص واحد. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المقام موجب، إذا الإشارة إشارة المشتقة تتحكم فيها إشارة البسط. تقول لي أستاذ إكس ليس موجبا. على مجال التعريف صفر زائد ما لا نهاية هو موجب. إذا المقام موجب، إذا لها نفس إشارة البسط. نديروا جدول إشارة بسيط وبعدها نحكيو على اتجاه التغير. إذا عندنا إكس جي فتحة لإكس. مجموعة التعريف قلنا هي من صفر إلى غاية زائد ما لا نهاية، وما ننساوش أن صفر غير لا ينتمي إلى مجموعة التعريف، يعني دالة غير معرفة عنده. مليح، إكس ناقص واحد بين بلي تنعدم عند واحد، إذا تنعدم عند واحد. الإشارة قبل العكس، عكس إشارة أ، أ موجب، إذا عكسها سالب نفسها موجب. إذا ماذا نستنتج بخصوص اتجاه التغير؟ راح نقول متناقصة من مجال صفر واحد ثم متزايدة من مجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا هذه تكتب جي متزايدة على متزايدة تماما على المجال واحد مغلق إلى غاية زائد ما لا نهاية، لأنه مشتقتها موجبة. وجي متناقصة تماما على أي مجال صفر مفتوح لأنه لا ينتمي لمجموعة التعريف ثم واحد. هذا هو السؤال الأول بكل سهولة. الآن السؤال اللي بعده يقول لنا أحسب جي لواحد ثم استنتج أن جي لإكس أكبر أو تساوي صفر. كيف نحسبها؟ بكل سهولة بالتعويض في الدالة جي بواحد. نعوض بواحد، راح تولي لنا إكس نعوضها بواحد. واحد ناقص واحد ناقص ألان واحد. إذا واحد ناقص واحد صفر. ناقص ألان واحد هو صفر، إذا صفر ناقص صفر مباشرة تساوي صفر. الآن يقول لنا استنتج أن جي لإكس أكبر أو تساوي صفر على مجال التعريف. هذا السؤال دائما الجزء الأول دالة جي أهم حاجة هي استنتاج إشارة دالة جي. كل مرة كيفاش نستنتج طارق؟ ولكن القاعدة دائما أنه نرجع لجدول التغيرات. جدول التغيرات راح يعاوننا، حتى وما يطلبش منا جدول التغيرات نقدروا نديروه في المحاولات. كيفاش؟ شوف عندك إكس، عندك صفر، عندك زائد ما لا نهاية، دالة غير معرفة عند صفر، عندنا الواحد، قلنا الدالة متناقصة ثم متزايدة. الآن حسبنا جي لواحد، هو طلب منا حساب جي لواحد. جي لواحد حسبناها لقيناها تساوي صفر، واش معناتها؟ معناتها أنه هنا صورة الواحد هي صفر بواسطة الدالة جي.
إذا ركز معنا، قلنا استنتج أن جيل إكس أكبر أو يساوي الصفر، رانا نلاحظوا باللي الدالة جي تقبل قيمة حدية صغرى صفر، يعني أقل قيمة للدالة جي هي صفر. ماذا نستنتج؟ نستنتج أنها موجبة، لأنه أقل قيمة فيها صفر، ما تقدرش تدي قيمة سالبة. إذا راح نقولوا ممكن نستعين بجدول التغيرات، ولا مباشرة راح نقولوا نلاحظ أن ماذا؟ نلاحظ أن جيل إكس راها أكبر أو تساوي جيل واحد على المجال صفر زائد ما لا نهاية. وش معناتها؟ معناتها أن جيل واحد هي أقل قيمة، قيمة حدية صغرى، وجيل واحد لقيناها صفر، إذا جيل إكس راها أكبر أو تساوي الصفر، إذا جي راها جيل إكس راها موجبة. هذه الفكرة راح نحتاجوها كثيرا في الجزء الثاني اللي بعد نلقاو الدالة جي في نص التمرين. الآن يقول لنا استنتج أنه من أجل كل إكس ينتمي من صفر زائد ما لا نهاية، أعطانا واحد المتراجحة، ركزوا فيها فقط وراح تكون إن شاء الله سهلة. إذن الآن السؤال الذي بعده قلنا استنتج، كلمة استنتج لازم نفهموها دائما، استنتج معناتها أرجع للسؤال اللي كنت فيه قبل. إذن الآن 2B، 2B يقولنا استنتاج أنه من أجل كل إكس ينتمي لمجموعة التعريف يكون آلا إكس على 2 أقل أو يساوي إكس على 2 ناقص 1. مليح، كيفاش قلنا كلمة استنتج وش هو المعنى تاعها؟ معناتها اعتمد على السؤال السابق. دائما استنتج تقول وجدنا وتكتب الإجابة السابقة. ماذا وجدنا؟ وجدنا أن جيل إكس أكبر أو تساوي صفر. مليح، الآن جيل إكس حتى الآن رانا نوجده فقط في إجابة، مازلنا ما قلناش ما هي الفكرة. جيل إكس وش هي الكتابة تاعها؟ إكس ناقص واحد ناقص آلان إكس أكبر أو تساوي صفر. الملاحظة الأولى اللي رانا نلاحظوها، قارن الآن بين الشيء اللي عندنا، المنطلق تاعنا، والنتيجة اللي حابين نوصلوا لها. مفتاح الفكرة وش هو؟ أنه نلاحظ وش كاين بداخل الآلان. بداخل الآلان إحنا يرى عندنا إكس، بينما في النتيجة المطلوبة مطلوب منا الوصول لإكس على 2، يعني بكل سهولة لازم احنا نتحقلوا على الدالة هذه مكان إكس نتاعها تصبح إكس على 2. هذه الفكرة تسمى بتحويل المتغير. تقول يا أستاذ ما فهمناش، نقول لك ركز لحظة. شوف الآن كنا احنا جيل إكس أكبر أو يساوي صفر، كنا قادرين نقولوا بلي جيل إكس كبيرة أكبر من صفر، صح؟ جيل إكس كبيرة ما هي؟ هي إكس كبيرة ناقص واحد ناقص ألان إكس. في المنطلق تاعنا داخل ألان عندنا إكس كبيرة، ولكن في النتيجة حابين أنه داخل ألان يكون إكس على 2. بكل سهولة رايحين نضع إكس كبيرة تساوي إكس صغيرة على 2. مليح، يعني نعود ونرجع المتراجحة تاعنا هذه، وين نلقاو إكس كبيرة نحطه في براستها إكس صغيرة على 2، كنا قادرين نسميوها تي مثلا. إذا ناقص واحد ناقص ألان إكس على 2، علاش لأن قلنا بلاصة إكس كبيرة؟ نضع إكس على 2 أكبر أو يساوي الصفر. مليح، الآن شوف دائما الشيء اللي عندك والنتيجة اللي حاب توصل لها. الآن شوف إيش عندنا وشوف النتيجة اللي حابين نوصلوا لها، نظن أنه لحقنا للنتيجة. لماذا؟ لأنه شوف ترى وش كاين؟ عندك الألان، عندك الإكس على 2، وعندك ناقص واحد، يعني فقط أنه نعاود ننظموا المتراجحة تاعنا. نشوفوا واش دار هو، هو دا الألان في طرف وخلى إكس، والإكس والواحد خلاهم في طرف آخر، يعني بكل سهولة لو كان نتركوا إكس إكس على 2 منا ناقص واحد، نديو ألان إكس من هي، تصبح ألان إكس على 2 من هي، كانت بالناقص لما تذهب للطرف الآخر تعكس الإشارة تاعها. هل لحقنا النتيجة؟ نعم لحقنا النتيجة، قارن بين هذه المتراجحات اللي راهم نفسهم، ممكن ما تلاحظهاش، معليش نقدروا نعكسوا هذه المتراجحة تصبح هكذا، ولكن الطرف هذا يصبح ألان إكس على 2 قل من إكس على 2 ناقص 1، لأن هذه المتراجحات عندهم نفس المعنى، تقول هذه أكبر من هذه أو تقول هذه أصغر من هذه، نفس الفكرة. إذا لحقنا للنتيجة المطلوبة منا. هذه المتراجحة وش سماها هو؟ سماها المتراجحة نجمة. بعد رايحين نوظفوها في التمرين في الأسئلة الأخيرة. يعني الجزء الأول درسنا دالة جي، دالة جي أولا استنتجنا أن إشارتها موجبة، هذه راح نوظفوها في التمرين، يعني في الأسئلة القادمة. واستنتجنا حاجة أخرى هو اللي وجهنا لها، استنتجنا هذه المتراجحة. هذه المتراجحة نقدر نوظفوها بعد في أسئلة هو دائما اللي وجهنا. إذا بعد ما كملنا الجزء الأول تاع دالة جي نمر إلى الجزء الثاني تاع دالة. بعد ما كملنا الجزء الأول دخلنا في دالة
الجزء الثاني اعطانا دالة اف معرى فاعل مجال صفر مفتوح زائد ما لا نهاية. قال لنا اكس مربع ناقص 2 ناقص 2 اكس انا اكس، هذا المجال صفر زائد ما لا. لو كان نلاحظوا هذه الدالة غير معرفة عند الصفر حتى الان، علاش؟ لانه كاين الان والان صفر لا يوجد، اذا لازم يكون مفتوح. ولكن هو عرفها لنا عند الصفر عن طريق الفرضية، عن طريق اعطانا فرضية من عنده، اذا نقبل ان اف لصفر تساوي ناقص 2، هذه معطيات. اذا الدالة هذا المجال غير معرفة عند الصفر، ولكن بهذه الصورة اصبحت معرفة عند الصفر. هذا النوع من تعريف الدوال شفناه كثيرا في درس الاستمرارية، ولما يعطينا هذه أسئلة محتمل جدا وتكون كاين سؤال على الاستمرارية. مليح. الان يقول لك احسب ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى صفر. الان ركز معنا، ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى صفر عندنا الا بقيم اكبر، لانه ما كاينش قيم اقل، كاين من صفر مفتوح الى زائد ما لا نهايه. مليح. نبداو نحسبوا ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى صفر، قلنا بقيم اكبر تساوي. نكتبوا العباره تاع الداله، ركز عباره الداله كيف معرفه. معرفه اكس مربع ناقص 2 ناقص 2 اكس الان اكس. مليح. لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر. عاده نهايه عند العدد نعوضه فقط. شوف عندك صفر مربع صفر، صفر ناقص 2 ناقص 2، اذا هذه ما فيها حتى مشكل. لكن هنا عندك ناقص 2 اكس الان اكس، نهايه الداله اكس الان اكس عند صفر بقيم اكبر، هذه النهايه قلنا هي نهايه شهيره. كم تساوي اكس الان اكس عند صفر بقيم اكبر؟ شفناها في الدرس قلنا انها تساوي صفر. اذا صفر في عدد تبقى صفر. اذا كلش واش تبقى لنا؟ تبقت لنا ان النهايه تساوي ناقص 2. الان قلنا ماذا تستنتج؟ اولا ممكن بعض التلاميذ يقول لك مستقيم مقارب، ولكن المستقيم المقارب لما نحسب نهايه عند عدد نلقاوها ما لا نهايه. احنا حسبنا نهايه عند عدد لقيناها عدد، اذا المستقيم مقارب مستبعده. الفكره وش هي؟ عندها علاقه باستمراريه الداله. كيفاش استمراريه الداله؟ الداله تكون مستمره لما تكون نهايتها عند العدد تساوي صور ذلك العدد. واش معناتها؟ نهايه الداله عند صفر لقيناها ناقص 2، والصوره صفر هي ناقص 2، اذا النهايه تساوي الصوره، معناه ان الداله اف مستمره عند الصفر. اذا راح نقول له تساوي اف لصفر نفسها الصوره، اذا اف مستمرة عند الصفر. هذه هي الفكرة بكل سهولة. الآن كاين فكرة أخرى عندها ربما شبه بها، يقول لنا احسب نهاية، ماذا تستنتج بالنسبة للدالة وبالنسبة للمنحنى؟ مليح. إذا ب ركز معنا في حساب هذه النهاية، قال لنا احسب ليميت اف لإكس زائد 2 على إكس لما إكس يؤول إلى صفر. قلنا دائما عندنا الا بقيم اكبر لانه ما عندناش بقيم اصغر. الفكره الاولى وش هي؟ الفكره الاولى انه نعوضوا الشيء اللي كاين. واش معناتها الشيء اللي كاين؟ نعوضوا اف لاكس. اف لاكس وش هي؟ عندك اكس مربع عندك ناقص 2 ناقص 2 اكس الان اكس. هذه ما هي؟ هذه هي الداله اف، عباره الداله اف. عندك زائد 2 لانه كاتب لنا هو هكذا. لتحت في المقام قال لنا اكس فقط لما اكس يؤول الى صفر. مليح. اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انه ناقص 2 زائد 2، اذا لازم يختفيوا مع بعضها. واش تبقى لنا لحد الان؟ تبقت لنا ليميت اكس مربع ناقص 2 اكس الان اكس، الكل على اكس لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر. الان شوف كاين هنا اكس، كاين هنا اكس، كاين هنا اكس. لازم نختزلوا، لازم نختزلوا اكس، بامكاننا ان نختزل اكس. ركز معنا، كيفاش نختزلوا اكس؟ ما تنحيهاش من وحده برك، لازم تنحيها من هذا الحد وتنحيها من هذا الحد، اما باش ما تغلطش تستخرجها كعامل مشترك وتختزلها. احنا كيفاش راح نديروا؟ راح نختزلوا اكس منها مع اكس منها مع اكس هنا. واحد يقول لي ما فهمتش، سهله جدا. شوف عندك اكس مربع ناقص 2 اكس الان اكس على اكس. من اجل انك تختزل لازم تستخرج عامل مشترك. اختزل اكس، واش يبقى لنا؟ يبقى لنا اكس مليح ناقص نحينا لها اكس ناقص 2 الان اكس على اكس لما اكس يؤول الى صفر. الان نختزل اكس مع اكس، واش يتبقى لنا؟ يتبقى لنا ليميت اكس ناقص 2 الان اكس، الكل لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر. الان نعوضوا، عندك صفر راح تعوضوا مباشره راح يختفي بصفر، ولكن ركز معنا، عندنا الان الان نهايه الان عند صفر بقيم اكبر، ما هي؟ ناقص ما لا نهايه، هذه لازم كلنا نعرفها. اذا هذه ناقص ما لا نهايه، تضربها في عدد سالب ماذا تصبح؟ تصبح زائد ما لا نهايه. اذا اختزلنا قمنا بكل شيء، بقات لنا اكس راحت بصفر، نهايه الان عند صفر هي ناقص ما لا نهايه، مضروبه في عدد سالب
تصبح زائد ما لا. إذا حسبنا النهاية. الآن يقول لنا ماذا تستنتج بالنسبة للدالة وبالنسبة للمنحنى؟ هو سؤال بسيط ولكن لازم نركز. إذا نمحيو هذه النهاية فقط باش نشوفوا واش حسبنا وكيف يمكن تفسيرها. مليح. إذا وجدنا أن هذه النهاية تساوي زائد ما لا. لازم نركزوا مع هذه النهاية واش هي اللي حسبناها. الآن شفنا في تمارين الدوال الأسية الشاملة شفنا فكرة مشابهة لها. قلنا دائما لما نحسب نهاية الدالة F كاين عبارة الدالة F الفوق وكاين X لتحت، 100% السؤال يتعلق بدراسة قابلية الاشتقاق. دائما لما تحسب نهاية F كاين F الفوق وكاين X فقط لتحت أو X ناقص عدد، المهم كاين F كاين X، لازم دير في بالك أنه عندها علاقة بقابلية الاشتقاق أو العدد المشتق. كيفاش؟ شوف احنا تعريف العدد المشتق، تعريف العدد المشتق ولا كيفاش ندرسوا قابليه الاشتقاق، قلنا عندنا زوج تعريف، كاين تعريف بدلاله الاش وكاين تعريف تاع اكس واكس صفر. تعريف تاع اكس اكس صفر كيفاش داير؟ كاين اف ل اكس ناقص اف ل اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يولو الى اكس صفر، هذا هو تعريف العدد المشتق الثاني. مليح ركز معنا، هل الشيء اللي حسبناه عنده نهايه بهذا التعريف؟ نعم. كيفاش؟ شوف ركز معنا مليح. الان كون نعاودو نطبقوا التعريف نتاعنا النهايه اللي حسبناها مع التعريف تاع الدرس، كيفاش رايحين نكتبوا؟ رايحين نكتبوا هكذا، عندنا اف لي اكس هي نفسها اف لي اكس، عندنا لتحت اكس، قال لنا اكس يؤول الى صفر، اكس يؤول الى صفر معناتها اكس صفر هو صفر، الجوار اللي حسبنا عنده قابليه الاشتقاق هو صفر. مليح. القانون ايش يقول لنا؟ يقول لنا ناقص اف لي صفر على اكس ناقص اكس صفر، اكس صفر شحال قلنا؟ صفر. اذا ركز معنا مليح، هل هذه النهايه هي نفس هذه النهايه؟ نعم. قلنا اف كاينه اف، اكس كاينه اكس، ناقص صفر لا تكتب لهذا الامر ما ظهرتش. الان علاش ظهرت لنا 2 الفوق؟ لانه عندنا ناقص اف لي صفر، واف لي صفر هي ناقص 2، اذا ناقص ناقص 2 ستصبح زائد 2. اذا هذا راه نفسه التعريف تاع العدد المشتق او القانون تاع دراسه قابليه الاشتقاق. اذا هذا النهايه كم وجدناها؟ وجدناها تساوي زائد ما لا. هنا لازم نعاودوا نذكروا الدرس، قلنا لما نحسبوا النهايه تاع هذا الكسر عندنا ثلاث حالات. الحاله الاولى انه نلقاوها نهايه تساوي عدد وواحده، نلقاوها 2 3 نقولوا الدالة اف قابله للاشتقاق. عندنا الحاله الثانيه وين نلقاوها زوج اعداد مختلفين، نلقاوها 2 ناقص 2 3 ناقص 3، هنا نقولوا غير قابله للاشتقاق. الحاله الثالثه والاخيره لما نلقاوها ما لا نهايه نقولوا الداله اف غير قابله للاشتقاق. اذا ماذا نستنتج بالنسبه للداله؟ نستنتج ان اف غير قابله للاشتقاق ماذا؟ عند صفر. الآن بعد ما فسرنا هذا بالنسبة للدالة يقولنا ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى؟ بما أنه سألنا على المنحنى يعني سألنا على التفسير البياني، تفسير الهندسي، لازم نكونوا نعرفوا وشفنا في الدرس. على فكرة اللي حس روحه بلي ما يعرفش المعلومة تاع قابلية الاشتقاق وتفسير الهندسي لازم الآن يرجع للبلاي ليست قائمة التشغيل تاع الاشتقاقية الاستمرارية، أول درس راح يلقى تاع قابلية الاشتقاق والعدد المشتق والتفسيرات الهندسية. إذا كيفاش قلنا في الدرس نفسروا هذا الأمر هندسيا لما يكون العدد النهاية تاع العدد المشتق تساوي زائد ما لا نهاية، كيفاش نفسروا هندسيا؟ قلنا انه نقول ان سي اف يقبل ماذا؟ مماسا، هذه لازم نكونوا عارفينها، يقبل مماسا عموديا او موازيا لمحور التراتي، نفس الامر، عموديا عند النقطة ماذا؟ النقطة ذات الفاصلة صفر، نقطة ذات الفاصلة صفر، ذات الفاصلة صفر، لماذا؟ لأنه درسنا قابلية الاشتقاق عند صفر. كيفاش يقبل مماس عمودي؟ بعد فرص إن شاء الله رايحين نعاودوا نشرحوا واش معناتها، نعاودوا نبينوا واش معناتها في الهندسة. إذا نمروا إلى الأسئلة اللي من بعد. الآن بعد ما درسنا استمرارية الدالة F عند صفر، درسنا نهايتها، درسنا قابلية الاشتقاق، تبقت لنا زائد ما لا نهاية. يقول لنا احسب ليميت F لX لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن لو كان نركزوا في عبارة هذه الدالة راح نلاحظوا أنه عندنا دالتين، الدالة الأولى هي X مربع ناقص 2، ومن بعد عندنا الدالة الثانية 2X ln X، وبينهما ناقص. نهاية الدالة هذه عند زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية مربع، زائد ما لا نهاية، ناقص 2 تبقى زائد ما لا. مليح، كاين ناقص اللي بيناتهم. الآن عندك X ln X، X ln X، الإكس زائد ما لا نهاية، في الألان زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية، في 2 زائد ما لا نهاية، إذا الدالة الأولى زائد ما لا نهاية، الدالة الثانية زائد ما لا نهاية، وبينهما ناقص، حالة عدم التعيين، كيفاش نتخلصوا منها؟
ما هي الفكرة حتى نتخلص من حالة عدم التعيين؟ احنا رانا مدينا فكرة في الدرس النهاية تاع الدالة الأسية وتاع الدالة اللوغاريتمية، قلنا انه كاينة طريقة واحدة للتخلص من حالة عدم التعيين في الآلان وفي الأسية، ما هي؟ إما العامل المشترك إذا ما كانش النهايات الشهيرة. الآن هل يوجد عامل مشترك بين هذه الفكرة وهذه الفكرة؟ نعم، ما هو إكس؟ لأنه كاين إكس مربع وكاين إكس، احتمال كبير جدا أنه نتخلص من حالة عدم التعيين باستخراج إكس. ولكن زدنا وضحنا فكرة، واش قلنا؟ قلنا أنه لما تعود تستخرج عامل مشترك تاع إكس، استخرج أكبر قوة لإكس، يعني استخرج العامل الأعلى درجة. واش معناتها؟ عندنا إكس مربع وعندنا إكس، إذا نستخرج إكس مربع، استخرجوا الكبير. كون يعود عندنا إكس مربع وإكس أس 3، نستخرجوا إكس أس 3. الآن كيفاش راح نديروا؟ راح نديروا ليميت. الآن استخرج معنا إكس مربع، شحال راح يتبقى لنا؟ كل شيء راح تقسمه على إكس مربع، إكس مربع على إكس مربع تبقى لنا واحد، ناقص 2 على x مربع. الان شوف عندك ناقص 2 x ln x، راح تقسمها على x مربع. كاين اختزال، ما هو x اختزلها مع وحده، راح تبقى لك ناقص 2 ln x على x. اذا المكان ما كفناش، ولكن حاولوا ركزوا. لما x يؤول الى زائد ما لا نهايه، عندك إكس مربع عند زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. في انتبه مع داخل القوس، عندك 2 على إكس مربع، 2 على ما لا نهاية، كم نهايتها؟ صفر، عدد على ما لا نهاية صفر. مليح، نهاية الأخرى ناقص 2 في ألان إكس على إكس. ألان إكس على إكس ما هي؟ نهاية شهيرة عند الزائد ما لا نهاية، كم تساوي؟ صفر. ليه ما شفتش عليها؟ كيفاش يدير؟ تزايد المقارن. قلنا الدالة القوية جدا هي الأسية، ثم أضعف منها إكس، ثم أضعف منها ألان إكس. يعني هنا وين هاد الدالة اللي تتفوق؟ إكس هي اللي أقوى من ألان إكس. يعني اعتبروها إكس نعتبروه زائد ما لا نهاية، والألان نعتبروه عدد. 2 على زائد ما لا نهاية أو عدد على زائد ما لا نهاية، عفوا، مباشرة صفر. إذا هذه نهاية شهيرة وتساوي صفر. مليح، عندك هذه تؤول إلى صفر، واحد ناقص صفر ناقص صفر واحد، إذا عندك واحد في زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، معناتها تخلصنا من حالة عدم التعيين. الآن السؤال الثاني يقول لنا 2 ألف، يقول لنا المشتقة، المشتقة قلنا بين أنها تساوي الفتحة لإكس تساوي 2 جي لإكس. هذا السؤال مألوف بالنسبة لنا، كيفاش رايحين نديرو؟ نحسبوا المشتقة ومن بعد نشوفوا كيفاش نبينوا النتيجة. إذا الدالة أف قابلة للاشتقاق، عفوا، 2 ألف المشتقة، الدالة أف قابلة للاشتقاق على مجال التعريف ولدينا، أف فتحة لإكس كم تساوي؟ x مربع ما هو اشتقاقها؟ 2x. اشتقاق ناقص 2 ما هو؟ 0، لأنه عدد ثابت. الآن ركز معنا مليح، عندك ناقص 2 في x ألان x، من أجل أنه ما نغلطوش نستخرجوا ناقص 2، العدد ثابت، لما يكون في المجموع يختفي، ولكن لما يكون في الجداء يبقى في الاشتقاق. إذا تخلي ناقص 2 تخليها وتروح تشتق x ألان x. الآن اشتق معنا x ألان x، x ألان x هي جداء دالتين، هاي الدالة الأولى هاي الدالة الثانية. ما هو اشتقاق X؟ بالقانون ما هو؟ مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول. مشتق الـ X ما هو؟ واحد، واحد في ألان X، إذا نكتب ألان X، مليح، زائد مشتق الثاني في الأول. مشتق ألان X ما هو؟ واحد على X يضرب في الأول. إذا واحد على X هو مشتق ثاني في الأول، عندك واحد على X X كاين اختزال يتبقى واحد، إذا زائد واحد. الآن ننشروا ناقص على هذا القوس ونشوفوا واش يخرج لنا. عندك 2x ناقص 2 ألان x ناقص 2، هذا هو التبسيط. الآن نشوفوا النتيجة، قلنا بين أنها تساوي 2 في جي لي x. واش معناتها 2 في جي لي x؟ كأنه قال لك استخرج 2 كعامل مشترك. إذا نستخرج 2 كعامل مشترك، واش لازم يتبقى لك داخل القوس؟ لازم يتبقى جي لي x. إذا واش كاين؟ كاين x ناقص ألان x ناقص 1، وهذه هي نفسها عبارة جي لإكس، إذا فعلا تساوي 2 في جي لإكس. الآن السؤال اللي بعده وش هو؟ يقول لنا استنتج إشارة أف فتحة ثم شكل جدول تغيراتها، ماذا تستنتج؟ مليح، الآن نديروا جدول إشارة، قلنا جدول إشارة أف فتحة، إذا إشارة أف فتحة عندك إكس أف فتحة لإكس، ثم عندك جدول التغيرات تاع الدالة اف، يعني راح نجاوب مع السؤالين في نفس الجدول. مليح، مجموعة التعريف ما هي؟ من صفر مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية. الآن هل الدالة، لازم كاين واحد الإشكال في صفر لازم نتعلموه، هل الدالة معرفة عند صفر ولا لا؟
الآن لازم نفهموا الشرح اللي بدينا فيه بالبداية. الدالة أف معرفة عند الصفر، صح المجال مفتوح عند الصفر، ولكن أعطانا صورة للصفر، إذن أصبحت معرفة عند الصفر. يعني هنا ما نشرح نديروا خط عند الدالة، راها معرفة عند الصفر، ولكن كاينة ملاحظة، هل الدالة قابلة للاشتقاق عند الصفر؟ لا، ليست قابلة للاشتقاق عند الصفر، يعني المشتقة فقط ليست معرفة عند الصفر، ولكن الدالة معرفة عند الصفر. إذا دالة معرفة عند الصفر وغير قابلة للاشتقاق، إذا المشتقة غير معرفة عند الصفر. مليح. إشارة أف فتحة قلنا هي، شوف ماذا وجدنا، وجدنا أن أف فتحة لـ X تساوي 2 في جي لـ X. ماذا نستنتج؟ شوف 2 مقدار موجب، إذا أف فتحة وجي لـ X لهما نفس الإشارة، لأنه 2 هذا ما يأثرش. مليح، أف فتحة لها نفس إشارة جي لـ X. جي لـ X ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها تنعدم عند واحد. لماذا؟ لأنه قلنا باللي جي لي واحد لما حسبناه في الجزء الأول لقيناه صفر، ولكن الإشارة قلنا أنها موجبة، هذه بكل سهولة. ماذا نستنتج بالنسبة للدالة؟ نستنتج مباشرة أنها متزايدة، نهاية عند الزايد ما لا نهاية، وجدنا أنها زائد ما لا نهاية. عند الصفر أعطانا صورة وقال لنا أنه تساوي ناقص 2. الآن يقول لك ماذا تستنتج؟ كاين ملاحظة من المفروض احنا نتولهو لها بلا ما هو يسقسينا عليها. ركز مليح، شوف المشتقة دوك، تشوف واحد الفكرة غريبة هكذا، تشوف انه المشتقة موجبة وبعد انعدمت وبقات موجبة. هي من المفروض الدالة لما تكون موجبة تنعدم، من المفروض تولي سالبة، او تكون سالبة تنعدم تولي موجبة. اذا هذه الظاهرة واش نقولها؟ نقولوا انه المشتقة انعدمت ولم تغير اشارتها. ركز، اذا انعدمت ولم تغير اشارتها، بقات موجبة موجبة. ماذا تستنتج؟ نستنتج ان الدالة اف تقبل نقطة انعطاف فاصلتها واحد. اذا نقطة انعطاف، اذا نقدر نجاوبوا ماذا نستنتج؟ نستنتج ان ا فاصلتها واحد، وبالتالي ترتيبتها ما هي؟ اف لواحد. بامكاننا ان نعوض في الدالة، حتلقى واحد مربع اللي هو واحد ناقص اثنين، ناقص اثنين في واحد في ألان واحد، ألان واحد هو صفر، إذا هذه كامل تختفي، تبقى لنا إلا واحد ناقص اثنين اللي هي ناقص واحد. واحد ناقص واحد هي نقطة، ماذا تسمى؟ تسمى نقطة انعطاف. لماذا؟ لأن المشتقة الأولى، لأن أف فتحة انعدمت عند صفر ولم تغير ماذا؟ إشارتها. هذه هي الفكر. إذا نمر للأسئلة القادمة. الآن بعد ما درسنا اتجاه تغير، سكنا جدول التغيرات، قلنا بين أن السي اف يقطع محور فواصل في نقطة وحيدة فاصلتها إكس واحد، إكس واحد هذا محصور ما بين 2 و3. هذا السؤال مر علينا في ثمانية الدول العددية، مر علينا في ثمانية الدول الأسية، وهو سهل جدا. قلنا سي اف يقطع محور الفواصل معناه اف لإكس تساوي صفر. يعني فقط قال لنا اثبت ان المعادله اف لاكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا محصور ما بين 2 و3. هذا السؤال كيفاش نجاوب عليه؟ مبرهنه القيم المتوسطه. مبرهنه القيم المتوسطه لازم تكون اولا اف مستمره، هذا هو الشرط الاول. زيد لازم تكون راتبه، راتبه رانا لقيناها متزايده تماما على صفر زائد ما لا نهايه، ومتزايده تماما، ومتزايده تماما على وش من مجال؟ على R، وبإمكاننا أن نخصه على هذا المجال. الشرط الثالث والأخير أنه لازم نحسب F لـ2 بالآلة حاسبة، نعوضه في الدالة بـ2 تخرج لنا نتيجة، ونحسب F لـ3 نفس الفكرة، راح نلقاو الصفر محصور بينهما، نلقاو واحدة سالبة واحدة موجبة، أو بما أنه معادلة صفرية نلقاو جداؤهما أقل من الصفر. حسب مبرهنة القيم المتوسطة راح تستنتج أن المعادلة F لـ X تساوي صفر تقبل حلا وحيدا محصور ما بين 2 و3، أو بنفس الطريقة تستنتج أن سي اف يقطع محور الفواصل في النقطة المطلوبة. الآن يقول لنا عين معادلة المماس اسمها دلتا للمنحنى سي اف عند النقطة ذات الفاصلة 2، بين أن معادلتها تساوي إكراك يساوي. إذا كيفاش راح نديرو؟ دروكا السؤال ما رقمه؟ 4. 4 معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة x صفر يساوي 2 سماه دلتا. القانون تاع معادلة المماس دوما هو y يساوي f فتحة لـ x صفر اسمها f فتحة لـ 2 في x ناقص x صفر اسمها ناقص 2 زائد f لـ 2. f لـ 2 و f فتحة لـ 2 كيفاش نحسبوهم؟ نعوضوا في الدالة بـ 2 مثلا، تعوض هنا شحال راح تخرج لك؟ تعوض في الدالة بـ 2 راح تخرج لك 2 مربع، 2 مربع هي 4، 4 ناقص 2 كم تساوي؟ 2. إذا تبقى لنا F لـ 2 ما هي؟ هي 2 ناقص. مليح،
نعوض هنا 2 في 2 اسمها ناقص 4 ألن 2. إذن آف لاثنين هي 2 ناقص 4 ألن 2. المشتقة بنفس الطريقة نعود ونرجع للمشتقة ونعوضه باثنين، حسبنا المشتقة نعوضه فيها باثنين راح نلقوا هذه، وإلا آف فتحة لقيناها 2 في جي لإكس، نعوضه في الجي باثنين وتضربها في 2 تخرج لك الفكرة. الآن تعويض عددي آف فتحة لاثنين راح تعوضها بهذه الفكرة، 2 في 1 ناقص ألن 2 الكل مضروب شوف في ماذا؟ مضروب في إكس في ناقص 2 زائد أف الاثنين ما هي؟ يا أف الاثنين زائد 2 ناقص 4 ألن 2. الآن ننشره مع شوية تركيز فقط، عندك القوس كامل هذا لازم يتضرب في إكس، يعني 2 في 1 ناقص ألن 2 يتضرب في إكس، لأنه حتى النتيجة حبها هو تخرج هكذا. زيد عندك ناقص 2 تضرب في القوس هذا كامل، ممكن نوزعها مباشرة، ركز معنا مليح، ناقص 2 راح تضربها في هذا القوس، ناقص 2 في 2 شحال؟ ناقص 4 زائد ناقص 4 في 1 هي ناقص 4. مليح، عندك ناقص 2 ركز معنا مليح، عندك ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 في ناقص ألن 2 إذا تصبح زائد 4 ألن 2، الكل زائد 2 ناقص 4 ألن 2. ماذا نلاحظ؟ عندنا 4 ألن 2 ناقص 4 ألن 2 نختزلهم مع بعضهم، وش يبقى لدينا؟ يبقى لدينا 2 في 1 ناقص ألن إكس، عفوا ناقص ألن 2 الكل مضروب في إكس ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2، وهذه هي نفسها النتيجة المطلوبة منا، لأنه قالنا بين أنها تساوي 2 في 1 ناقص ألن 2، ممكن نحذف القوس هذا ألن 2 في إكس ناقص 2. الآن يقول لنا 5 باستعمال علاقة نجمة، يعني اللي أثبتناه في السؤال الأول، حدد وضع نسبي بين سي إف ودلتا ومن بعد الرسم. الآن مع الوضع النسبي، الوضع النسبي كيفاش ندرسه؟ من خلال دراسة إشارة الفرق إف لإكس ناقص إيكغيك. نكتبوا عبارة الدالة إف، نكتبوا أولاً عبارة الدالة إف هي إكس مربع ناقص 2 ناقص 2 إكس ألن إكس، هذه هي عبارة الدالة إف. الآن يقول لنا ناقص إيكغيك، اسمع عبارة إيكغيك ونسبقها بالناقص، هذه هي عبارة إيكغيك تسبق بالناقص تصبح ناقص 2 في 1 ناقص ألن 2 في إكس. مليح، سبقنا هذه بالناقص، هذه لما نسبقها بالناقص ناقص ناقص 2 تصبح زائد 2. الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه عندنا أولاً ناقص 2 زائد 2 تختزل مع بعضها، وش راح يتبقى لنا؟ راح يتبقى لنا x مربع ناقص 2x ألن x ناقص، ركز معنا، هنا عندنا ناقص 2 في القوس في x، بإمكاننا نعود ترتيبها، بإمكاننا نكتب ناقص 2x في القوس، القوس ما هو؟ هو 1 ناقص ألن 2 فقط. الآن هل عندنا عامل مشترك؟ نعم، رانا نلاحظوا بلي كاين عامل مشترك اللي هو ناقص 2x، عندنا ناقص 2x كعامل مشترك، إذا لما نستخرجوا تبقى لنا x مربع نكتبوها بجهة، نستخرجوا ناقص 2 كعامل مشترك، وش يتبقى لنا داخل القوس؟ يتبقى لنا أولاً ألن x ثم هذه راحت كعامل مشترك، هذه راحت عامل مشترك، يبقى لنا زائد 1 زائد 1 ناقص ألن 2. الآن تساوي x مربع ناقص 2x، لاحظ داخل القوس عندنا زائد 1 هذه خليها منا بجهة، عندك ألن x ناقص ألن 2، خواص الألن تقولنا أنه الألن تاع الطرح يصبح ألن تاع القسمة، إذا ألن x ناقص ألن 2 ما هو بالخواص؟ هو ألن x على 2، هذه شفناها في الدرس تاع الخواص. الآن كملنا الفرق، الآن نبدأ نحكيه على دراسة إشارته. دراسة إشارته هو عاوننا، قال لنا اعتمد على المتراجحة نجمة، المتراجحة نجمة اللي وجدناها عفوا في الجزء الأول، ركز معنا مليح، ماذا وجدنا؟ وجدنا أن المتراجحة نجمة قالت لنا بلي ألن إكس على 2 راه أقل أو يساوي إكس على 2 الكل ناقص 1. الآن هو وجهنا، كيفاش وجهنا؟ احنا لو كان نحبوا ندرسوا إشارة هذا الفرق لا يمكن، صعب جدا أنه ندرسوا إشارة هذا الفرق، ولكن هو أعطانا الفكرة، قالنا اعتمد على هذه المتراجعة.
كيف سنعتمد على هذه المتراجحة؟ هنا راح نستعملوا فكرة اسمها البناء. رايحين احنا حابين ندرسوا إشارة هذه العبارة. من خلال هذه المتراجحة يجب أن نبني هذه العبارة. كيفاش نبنيها؟ سهلة جدا. شوف عندك ألان إكس، احنا في المتراجحة هذه عندك ألان إكس على 2، دروك تبدأ تبني في العبارة هذه، تزيد لها 1، تغلق القوس، تضرب في ناقص 2 إكس، تزيد لها إكس مربع. أستاذ ما فهمنا والو، تبعنا خطوة خطوة بخطوة راح تفهمها. إذا نبداو نبنيو، أولا عندنا ألان إكس، واش لازم يظهر؟ يظهر ألان إكس على 2 زائد 1. بإمكاننا مثلا أن نزيد الطرفين 1، تصبح منا ألان إكس على 2 زائد 1. في الطرف الآخر عندنا إكس على 2 ناقص 1 زائد 1 تختفي، لأنه زدنا 1 للطرفين. مليح، لحد الآن بنينا هذه العبارة. دوكا واش لازم دير؟ لازم تضربها في ناقص 2 إكس. عندك الحق تضرب في ناقص 2 إكس، نعم، ولكن تنتبه فرق ما هي إشارته. إكس موجب، ناقص 2 سالب، موجب في سالب سالب، إذا ناقص 2 إكس سالب. لما نضرب متراجحة في عدد سالب، ما الذي يحدث؟ تعكس هذه المتراجحة. كيفاش تعكس؟ يتعكسوا الطرفين تاعها، منا تصبح ناقص 2 إكس في آلان إكس على 2 زائد 1، قلنا تعكست المتراجحة. منا عندك، شوف عندك إكس على 2 راح تضربها في ناقص 2 إكس، هذه هي الفكرة. إذا إكس على 2 راح تضربها في ناقص 2 إكس، ماذا يصبح لديك؟ عندك بكل سهولة ناقص 2 تختفي مع 2، عندك إكس في ناقص إكس هي ناقص إكس مربع. هل أكملنا؟ مزلتنا فقط بنينا هذه العبارة كامل، مزلتنا نزيد للطرفين إكس مربع حتى يظهر لنا الفرق. كي تزيد منا إكس مربع، إكس مربع ناقص 2 إكس في آلان إكس الكل زائد آلان إكس على 2 الكل زائد 1 أكبر أو تساوي، عندك من هي ناقص إكس مربع، تزيد لها إكس مربع تصبح صفر. إذا ركز معنا، هذا ما هو؟ هذا هو الفرق f x ناقص y، وبنيناه انطلاقا من هذه المتراجحة. إذا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن f x أكبر، عفوا، الفرق f x ناقص y وجدنا أنه أكبر أو يساوي الصفر. إذا بما أنه الفرق راه أكبر من الصفر، راح نستنتج ماذا؟ نستنتج أن الفرق موجب، إذا نستنتج أن c f فوق دلتا على مجال التعريف، اللي هو ماذا؟ من صفر مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية. الآن واش تبقى لنا؟ تبقى لنا فقط التمثيل البياني. إذن تبقى لنا آخر سؤال في التمرين، واللي هو التمثيل البياني. احنا مدينا منهجية من قبل التمثيل البياني، قلنا أول خطوة في الرسم هي رسم المستقيمات الموجودة في التمرين. مستقيمات المقاربة ما عندناش، ولكن عندنا فقط مماسين. عندنا المماس الأول دلتا، معادلة تاعو هاي 2 في 1 ناقص انا 2 في اكس ناقص 2، هذه تبقى معادلة حساب في الرسم. يجب ان نحسب هذه القيمة، نحسبوها بالآلة الحاسبة تخرج لنا 0.61، معناتها 0.61 في اكس ناقص 2، هذه هي معادلة المماس. ونستعين بهذا الجدول ونرسمه فقط بهذا الطريق. كيفاش نديرو؟ نعوضو بصفر، نعوضو بصفر في هذه المعادلة نلقاو ناقص 2 مثلا، تعوض بواحد تلقى ناقص 1.39. تهز نقطتين، النقطة الأولى هي 0 ناقص 2، النقطة الثانية هي 1 ناقص 9، هي 1 مع 1 ناقص 39، توصل بيناتهم بالمسطرة راك رسمت دلتا. مليح. وعندنا مماس آخر، نصف مماس آخر عمودي، قلنا عند النقطة ذات الفاصلة الصفر، هذاك في الرسم درك نوضحه. رسمنا المستقيم هذا، بعدها مباشرة بعد المستقيمات نروحوا لجدول التغيرات. جدول التغيرات عندنا النقطة ذات الفاصلة صفر ترتيبتها ناقص 2، كيفاش تترسم؟ تترسم بهذه الطريقة. الآن وعندنا نهاية أخرى عند زائد ما لا نهاية هي زائد ما، معناتها لما يكون x زائد ما لا نهاية الدالة راح تكون عند زائد ما لا نهاية. من بعد بالنقاط المساعدة راح نعرفوا كيفاش هو سلوك الدالة. إذا رسمنا جدول التغيرات، فقط ملاحظة، قلنا عند النقطة ذات الفاصلة صفر اللي هي هذه يوجد مماس، ماذا؟ يوجد مماس موازي لمحور التراتيب. معناتها المماس كيفاش راح نرسموه؟ راح نرسموه بهذا الطريق. الآن المنحنى عند هذه النقطة راح يجي بهذا الطريق. الآن تبقت لنا فقط، رسمنا المستقيمات، رسمنا مثلنا جدول تغيرات، بقت لنا فقط النقاط المميزة اللي حكينا عليهم في التمرين. أولا حكينا على نقطة انعطاف اللي أثبتناها احنا، قلنا فاصلتها 1، إذا نقطة انعطاف فاصلتها 1 ترتيبتها ناقص 1، نعوض بالدالة بواحد نلقاو الصورة ناقص 1. إذا نقطة انعطاف فاصلتها الفاصلة 1 والترتيبة ناقص 1، هذه راح يحدث عندها انعطاف. واش معناتها انعطاف؟ دروك نفهمو، هنا نديرو في بالنا بلي راها نقطة انعطاف. زيد عطانا نقطة أخرى مهمة جدا اللي هي عندها هذا المماس،
النقطة ذات الفاصلة 2، النقطة ذات الفاصلة 2 لما نعوضه في الدالة باثنين احنا نلقاو ناقص 0.77. إذا الفاصلة 2 ترتيبها ناقص 0.77. إذا هنا بالتقريب راح يكون هذا الممس. مليح، تبقت لنا نقطة وحيدة الأخيرة، قلنا أن سي اف يقطع محور فواصل في النقطة المحصورة بين الفاصلة المحصورة بين 2 و 3. إذا عندنا هذه 2، عندنا هذه 3، نعتبروا احنا مثلا 2.5. الآن راح نوصلوا فقط بين هذه النقاط. كيفاش راح نديروا؟ عندنا هنا قلنا نصف ممس عمودي، منحنى هكذا، راح يروح لنقطة انعطاف. وش معناتها نقطة انعطاف؟ راح ينعطف قليلا حتى يصل لهذه النقطة اللي عندها الممس، ثم نروح لنقطة التقاطع. بإمكاننا أن نديره مباشرة يروح هكذا للزائد ما لا نهاية، وبإمكاننا أيضا أنه فقط نهز قيم مساعدة. بهذه الطريقة رانا مثلنا، إذا عندنا هنا نقطة انعطاف، عندنا هنا ممس، وبعد المنحنى راح يروح للزائد ما لا نهاية. مع ملاحظة أنه التمثيل البياني يحقق المطلوب، بحيث نلاحظ أن السي اف فوق دلتا. إذا هنا نكون كملنا هذا التمرين. بالتوفيق، سلام عليكم.